السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة عاملين ايه يا رجالة؟ عاملين ايه يا بنات؟ كويسين؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقكم في هذا العام توفيقا كبيرا. معكم صبر محمد على قناتنا على اليوتيوب بأسلوب بسيط وصفحتنا على الفيسبوك بأسلوب بسيط. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتشترك معنا في الصفحة وتفعل الجرس في القناة عشان يوصلك كل جديد ويكون تشجيع لينا على الاستمرار في القناة في فيديوهات جديدة. إن شاء الله النهاردة هنحل تدريبات النصوص متحررة على مدرسة الإحياء والبعث بعد نص غربة وحنين من كتاب الأضواء لعام 2021. التدريب الأول أبيات للشاعر محمود سامي البارودي مؤسس المدرسة. قل لكل دمع جرى من مقلة سبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب لولا مكابدة الأشواق، ما دمعت عين ولا بات في قلب ولا بات قلب في الحشا يجب. فيا أخا العذل لا تعجل بلائمة علي، فالحب سلطان له الغلب. لو كان للمرء عقل يستضيء به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب، ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما يأتي ويجتنب. لكنه غرض للدهر يرشقه بأسهم ما لها ريش ولا عقب، فكيف أكتم أشواقي وبي كلف تكاد من مسه الأحشاء تنشعب. أبيت في غربة لا النفس راضية بها ولا الملتقى من شيعتي كثب. تعالوا نشوف تحليل الأبيات كده. لكل دمع جرى من مقلة من عين سبب، فكل دمع يجري من العين له سبب. وكيف يملك دمع العين مكتئب؟ يسأل الشاعر محمود سامي البارودي متعجبا كيف يملك الإنسان المكتئب دمع العين. يبقى ده أسلوب استفهام غرضه التعجب. لولا مكابدة الأشواق، لولا معاناة الأشواق، ما دمعت عين ولا بات قلب في الحشا يجب. ما دمعت العين ولا خفق واضطرب القلب داخل الأحشاء. فيا أخا العذل، يا أخا اللوم، لا تعجل بلائمة. والعذل هنا معناها اللوم، ويعطيك دائما دليل على معاني الكلمات، إما أن يأتي لك بالمضاد أو بتفسير لها يليها. فلا تعجل بلائمة تبين أن العذل بمعنى اللوم. فيا أخا العذل لا تعجل بلائمة علي، فالحب سلطان له الغلب. لو كان للمرء عقل يستضيء به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب، ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما يأتي ويجتنب. لكنه غرض للدهر يرشقه بأسهم ما لها ريش ولا عقب. هذا الإنسان هو هدف لهذا الزمن، يرميه بالأسهم ويستهدفه بها فيصيبه بها. هذه الأسهم ليس لها ريش ولا عقب، كناية عن أنها ليس لها وجهة تتجه فيها. فالأسهم لها ريش من الجانبين، ريش من الجانبين، ولها عقب هو الذيل. فكيف أكتم أشواقي وبي كلف؟ يسأل برضو مرة أخرى كيف يكتم أشواقه لوطني. كان يقول هذه الأبيات وهو في منفاه محمود سامي البارودي. فكيف أكتم أشواقي؟ أسلوب استفهام طلبي، إنشائي طلبي، استفهام ورده التعجب أيضا. يتعجب من كيف يكتم هذه الأشواق، لا يستطيع. وأيضا النفي مع التعجب مثل الاستفهام الأول، تعجب ونفي. وبي كلف تكاد من مسه الأحشاء تنشعب تتفرق، أبيت في هذه الغربة لا النفس راضية عنها ولا الأحباب من شيعتي الذين ألقاهم يرضون بهذه الغربة وبهذا المنفل. معنى كلمة يجب في موضعها يضطرب، ألف يضطرب القلب، ولا بات قلب في الحشا يضطرب أو يخفق، ومن المعنى يضطرب فيحترق ويخاف ويسقط معنى خطأ. الصورة الخيالية أو اللون البياني، لو كان للمرء عقل يستضيء به، هنا شبه العقل بمصباح يضيء للمرء للرجل.
يبقى الإجابة باء استعارة مكنية، باء استعارة مكنية، وسر جمالها التجسيم، أن العقل معنوي والمصباح مادي. العلاقة بين غربة والملتقى، هل تعليل ولا طباق ولا نتيجة ولا تفصيل؟ طبعا الغربة عكس الملتقى، الإنسان يلقى أحبابه عكس أن يكون غريبا عنهم في غربته، فرقم باء طباق، طباق يوضح المعنى ويقويه. استنتج من النص سمتين من سمات شعر مدرسة الإحياء والبعث. من سمات مدرسة الإحياء والبعث لها سمات كثيرة، الظاهرة هنا في الأبيات التصريع في البيت الأول. واحد، التصريع في البيت الأول سبب ومكتئب. اثنين، الألفاظ والمعاني مستمدة من القديم، الألفاظ والمعاني مستمدة من القديم. ثلاثة، الاهتمام بالناحية البيانية، فالصور البيانية واضحة وضوحا شديدا في هذه الأبيات، الاهتمام بالناحية البيانية. نعطي بعض التحليلات الأخرى، أسئلة أخرى. فيا أخ العدل لا تعجل بلائمة علي، فلا الحب سلطان، الحب سلطان، ما اللون البياني فيها؟ صح، تشبيه بليغ، شبه الحب بسلطان، شبه الحب بالسلطان. لو كان للمرء عقل يستضيء به، هذه جاءت في الأسئلة، في ظلمة الشك لم تعلق به النوب المصائب، لم تعلق به النوب، ما الجمال فيها؟ استعارة مكنية، حيث شبه النوب بشيء مادي يتعلق بالإنسان، سر جمالها التشخيص. ولو تبين ما في الغيب من حدث كناية عن معرفة المستقبل، لكان يعلم ما يأتي وما يذر. هنا إيجاز، ما الإيجاز؟ لكان يعلم ما يأتيه وما يجتنبه، هنا إيجاز بحذف المفعول به، غرضه إثارة الذهن وجذب الانتباه، لكنه غرض للدهر يرشقه، ما الجمال فيها؟ استعارة مكنية، شبه الدهر بإنسان يرمي بالأسهم. فكيف أكتم أشواقي وبها كلف تكاد من مسي الأحشاء تنشعب، أبيت في غربة لا النفس راضية، النفس راضية. هنا مجاز مرسل علاقته الجزئية، حيث أطلق الجزء وأراد الكل، أنه ليس راضي عنها، هو ذات نفسه هو كله ليس راضيا عنها. ولا الملتقى من شيعتي كثبوا. يلا نروح للتدريب رقم 2 من النصوص المتحررة معانا من كتاب الأضواء 2021، أبيات للشاعر أحمد شوقي. هذه الأبيات، في هذه القصيدة عرض بها شوقي ابن زيدون في نونيته. يقول أحمد شوقي: سقيا لعهد كأكناف الربا رفة، أنا ذهبنا وأعطاف الصبا لينا، إذ الزمان بنا غيناء زاهية، ترف أوقاتنا فيها رياحينا، الوصل صافية والعيش ناغية، والسعد حاشية والدهر ماشينا، والشمس تختال في العقيان تحسبها بلقيس ترفل في وشا اليمانينا. سقيا لعهد كأكناف الزمن، العهد وهو الزمن، كأكناف الربا، مثل أكناف الربا الأماكن المرتفعة رفة الناضرة بالخضرة. هنا سقيا، اسقي سقيا، سقيا مفعول به لفعل محذوف، مفعول مطلق لفعل محذوف. وهنا يشبه الزمن بمكان بزرع يزرع، بزرع يسقى. أنا ذهبنا وأعطاف الصبا، الصبا هو صغر السن لينا، وفي القصيدة الأصلية بأعطاف الصبا وهي الريح الرقيقة. إذ الزمان، الزمان غيناء زاهية مثل الحديقة في هذا الزمن، مثل الحديقة الزاهية الجميلة، ترف أوقاتنا، تطير أوقاتنا فيها رياحين مثل الرياح، هنا يدل على الجمال والسعادة التي كان يعيشها في هذا الزمان. الوصل كان صافي، الوصل صافية، وده تشبيه بليغ. والعيش ناغية، العيش يتحدث إليك ناغي متحدث بيسر، تشبيه بليغ. والسعد حاشية والدهر ماشينا، تشبيه بليغ. الشمس تختال، الشمس استعارة مكنية، شبه الشمس الإنسان يختال في العقيان في الذهب، تحسبها بالقيس ترفل في وشا اليمين، تحسبها الملكة بالقيس، ملكة سبأ، ترفل تمشي مختالة في الثياب اليمانية. والبيت الأخير كله تمثيل، تشبيه، تشبيه تمثيلي، والبيت الأخير كله تشبيه تمثيلي، شبه الشمس في اختيالها في العقيان في الذهب بملكة بلقيس وهي تمشي مختالة في الثياب اليمانية. حدد مراد الكلمة الصبا في البيت الأول، الشباب اللين الصغر، هنا الصبا الصغر، صغر السن، وإن كانت بالفتح الصبا فهي الريح الرقيقة. حدد علاقة البيت الأول بما بعده،
علاقة البيت الأول بما بعده، سقيا لعهد كأكناف الربا، علاقته بالأبيات التالية. الأبيات الثلاثة التالية فصلت ما كان مجملا، أن ذهبنا وأعطاف الصبا لينا، أعطاف الصبا السن الصغير لينا. ثم فصل الليونة والجمال في هذه في هذا الزمن، في وهو سن في سن صغير. الزمان كأنه حديقة زاهية، الأوقات تطير فيه، الوصل صافية والعيش نغية والشمس تختال. فهنا البيت الأول جاء مجملا، والأبيات الثلاثة التي تليه جاءت تفصل، فالعلاقة إجمال بعد تفصيل، ولكنه في الاختيارات لم يأتي بإجمال بعد تفصيل، فقد يعني إما أن نغير الاختيارات فنقول إجمال بعد تفصيل، أو نغير السؤال علاقة الأبيات الثلاثة التي تلي البيت الأول بالبيت الأول. وقد يقصد هنا تفصيل بعد إجمال، أن الأبيات الثلاثة فصلت ما كان مجملا في البيت الأول. يعني كتاب الأضواء يا ريت ياخدوا بالهم من الإيه، من الحاجات دي، لأن هنا العلاقة البيت الأول جاء مجملا ثم ما يليه تفصيل. ميز الخيال في قول الشاعر ترف أوقاتنا، ترف أوقاتنا. هنا شاء الأوقات يعني تطير أوقاتنا، نشبه الأوقات بطائر يطير، يبقى هنا كناية عن صفة استعارة مكنية مجاز مرسل تشبيه مجمل، هنا استعارة مكنية. كل من سمات شوقي تميزه بالبيانية، وده كان تميز المدرسة الإحياء والبعث كلها، مدرسة الكلاسيكية دي خدناها في خصائصها الاهتمام بالناحية البيانية، وشوقي امتاز بها جدا، وكان يعطي صور بيانية كثيرة جميلة في قصائده، وظهرت هنا وضح ذلك من خلال التمثيل بالأبيات. سنأتي له هنا مثلا سقيا لعهد كأكناف الربا، ده تشبيه. إذ الزمان غيناء تشبيه، ترف أوقاتنا استعارة، هذه أمثلة نمثل بها للاهتمام شوقي بالناحية البيانية. البيت الأخير وفيه تشبيه الشمس تختال، وفيه تشبيه تمثيلي كله. البيت الثالث كله تشبيه بليغ. كده نهاية التدريب الثاني من النصوص متحررة المحتوى. يلا التدريب الثالث. أبني إنك للبلاد وإنها لك بعد والدك التراث الطيب، شمر إزارك إن ندبت لنصرها، إن الكريم لمثل ذلك يندب. ما المرء إلا قومه وبلاده، فانظر إلى أي المواطن تنسب. من أنعم التاريخ أن حسابه حق، وأن قضاءه لا يشجب. تقف الخلائق تحت راية عدله، فيقام ميزان الحقوق وينصب. أنا الشاعر ينادي على ابنه، يقول لو أنت لبلادك وبلادك لك، وهذه البلاد هي التراث، هي الميراث الطيب بعد والدك. شمر إزارك، إن أمر غرض النصح والإرشاد، إن ندبت إن دعيت لنصر بلادك. يعلل في البيت الشطر الثاني، إن الكريم لمثل ذلك يندب، وهنا إطناب بالتعليل. البيت الثاني، الشطر الثاني من البيت الثاني إطناب بالتعليل. ما المرء إلا قومه وبلاده، هذا أسلوب قصر غرضه التوكيد والتخصيص. هنا وسيلته النفي بما والاستثناء بإلا، وتعريف الطرفين المرء، طرفي الجملة الاسمية المرء وقومه. فانظر إلى أي المواطن تنسب، هنا أمر غرضه النصح والإرشاد أيضا. من أنعم التاريخ أن حسابه حق، هنا شبه التاريخ استعارة مكنية، شبه التاريخ بإنسان يحاسب. وأن قضاءه، شبه التاريخ أيضا بإنسان يقضي، لا يشجب لا يرفض. تقف الخلائق تحت راية عدله، فيقام ميزان الحقوق وينصب. حدد معنى كلمة ندبت في البيت الثاني، معناها رضيت ولا دعيت ولا أحببت ولا علمت. الإجابة دعيت، إن دعيت لنصر بلادك. حدد علاقة إن الكريم لمثل ذلك يندب، هل تفسير ولا نتيجة ولا توضيح ولا تعليل. طبعا إن الكريم لمثل ذلك يندب علاقتها بالشطر الثاني اهو، علاقتها بالشطر الذي قبله تعليل، نائب بالتعليل. الإجابة رقم د تعليل. ميز الخيال في قول الشاعر ميزان الحقوق، هل تشبيه ضمني ولا استعارة مكنية ولا مجاز مرسل ولا استعارة تصريحية. الأولى أن تكون تشبيه بليغ، مفيش في الاختيارات تشبيه بليغ، يعني يشبه الحقوق بالميزان. إذا هي استعارة مكنية، هنقول شبه الحقوق بشيء مادي يوزن. في الأبيات دعوة للانتماء، وضحها، شمر إزارك إن ندبت لنصرها، وهي دعوة لنصرة البلد والدفاع عن بلده، والدليل هو البيت الثاني، والدليل هو البيت الثاني. روح للتدريب الأخير من النصوص المتحررة على مدرسة الإحياء والبعث، بعد مدرسة الإحياء والبعث ونص غربة وحنين. أحمد شوقي في قصيدة مسرع كليوباترا يقول: كنت في مرقبي وبين جنودي،
يعني على لسان كليوباترا تتحدث عن نفسها: كنت في مرقبي وبين جنودي أزن الحرب والأمور بفكري، كنت في مرقبي وبين جيشها تزن الأمور بعقلها لا بعاطفتها. وتبينت، اتضح لها أن روما، إذا زالت، أي حكومة روما إذا زالت عن البحر وجيش روما إذا زال عن البحر، لم يسد فيه غيري، هي ستكون سيدة البحر والبحر المتوسط بين روما ومصر، بين إيطاليا ومصر. هنا مجاز مرسل علاقته المحلية، حيث ذكر المحل روما وأراد الحال وهو جيش روما وحكومة روما. كنت في عاصف، والعاصف هي الريح الشديدة. هنا كنت في عاصف، أي كنت في صراع داخلي بين عاطفة الحب لزوجي أنطونيو، هي كانت تحارب مع أنطونيو في هذه الأثناء، في هذه المعركة زوجها، سللت شراعي، فصراع داخلي بين حبها لأنطونيو وانتمائها لبلدها مصر، فانسلت البوارج، سللت شراعي فانسلت البوارج، وهذه نتيجة مترتبة على أنها رجعت بشراعها بمركبها فانسلت البوارج الحربية بعدها. خلصت من رحى القتال ومما يلحق بها، خلصت هذه البوارج من رحى القتال، والرحى هي آلة طحن القمح يستخرج الدقيق، من يشبه القتال بالرحى، ومما يلحق السفنى من دمار أو أسر ستكون نتيجتها الدمار أو ستكون أسيرة. موقف يعجب ثم يعقب شوقي، وهنا شوقي ينصر كليوباترا لأن هناك من اتهمها بأنها خانت بلدها. موقف يعجب العلا، كنت فيه بنت مصر وكنت ملكة مصر. هنا موقف يبين أنها كانت وطنية فاختارت بلدها على حبها لزوجها أنطونيو. كنت في عاصف، العاصف هي اشتداد الريح، ولكن لا تتعجل في الاختيار، المراد بها المراد غير المعنى، هل اشتداد الريح ولا الصراع بين الواجب والحب ولا هيجان البحر ولا الهزيمة؟ طبعا الإجابة الصحيحة رقم ب، المراد بها الصراع بين الواجب وانتمائها لبلدها والحب، حبها لزوجها. ما علاقة فانسلت البوارج إثري بما قبله؟ الإجابة الصحيحة نتيجة ألف، كنت في عاصف فسللت شراعي، فالنتيجة المترتبة فانسلت البوارج إثري عقبي. ميز الخيال في قوله رحى القتال، هل تشبيه ولا استعارة مكنية ولا مجاز مرسل ولا استعارة تصريحية؟ إن شبه القتال بالرحى بآلة القتل يبقى بآلة الطحن، يبقى لا تشبيه، والتشبيه بليغ. واللي ما الاتجاه الفكري للشاعر من خلال الأبيات مع ذكر الدليل؟ هنا الاتجاه وطني، والدليل البيت الأخير الذي بين فيه وطنية كليوباترا. من الاتجاه وطني مع ذكر الدليل البيت الأخير. هكذا انتهينا، كده انتهينا من النصوص المتحررة من كتاب الأضواء 2021 بعد نص غربة وحنين ومدرسة الإحياء والبعث. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمله لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة علشان يكون دافع لينا للاستمرار في فيديوهات جديدة، وتعمل برضو إعجاب ولايك للصفحة بأسلوب بسيط. في النهاية أتمنى لكم التوفيق دائما يا رب، ويكون سنة سعيدة عليكم وتفرحوا بيها السنة دي جامد جامد، وتكون امتحانات سهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.